طقوس استاذه هاله رستم في رمضان. اول يوم بيبقى ايه؟ هل في عزومات طبعا وقت معين؟ طبعا. ايه بقى يعني ايه انا طقوس؟ عندي طقوس من قبل رمضان، من اصلا من قبل رمضان. طبعا احنا قبل رمضان لازم، احنا من سكان مصر الجديده. اوكي. فمصر الجديده دي في صلاح الدين، بدون اسامي ولا اي حاجه، الناس كلها اللي في مصر الجديده فاهماني دلوقتي. اوكي. فاهمني؟ بننزل بقى الميدان، فبتلاقي بقى الحاجات اللطيفه اللي زي دي. احنا عندنا في البيت تل تل، يعني لازم كل سنه تجددي بحاجه. تقولي لا انا عندي، انا السنه دي استحاله اجيب اي حاجه، ما حدش يكلمني في الموضوع ده. فوانت معديه بقى بالعربيه تلاقي مره عملوا شكل جديد كانه واحد واقف وبيعمل كنافه. أوكي. الفواله دي جبناها السنه دي كانت شكلها تحفه قوي، هي ليها قاعده كده وفواله وعامله كده، وليها اللي هو المغرفه بتاعتها، اوكي فعامله كده قد حلو كده ده. كلها على بعضها. فانت كده كده بتحطي جزء من رمضان. ده بقى الاستعدادات اللي هي الرمضانية. الرمضانيه طبعا، والمكسرات والحاجات اللطيفه دي والزواق. احنا عندنا بلكونه كده صغيره، فلازم دي تتزوق لدرجه ان السكان بتوع الناحيه الثانيه يبتدوا يسالوا بقى اللي هو في راجل بيساعدني، في شخص بيساعدني اوكي. في تعليق الزينه، بس انا اللي بعمل له الديكور. ما اكيد لا انا اللي حاطه دي الخطه وانا اللي اقول انا، يلا. انا اللي حاطه الخطه. 4-2-4. فاحنا اللي هنقول له بقى يعمل ايه وكده. فالناحيه الثانيه ابتدوا يقولوا له اعمل لنا والنبي زي اللي انت. لا دي استاذه هاله جايبه الحاجات دي. الكوبي رايت بتاعت استاذه ما هاله اقدرش اسرق عليش. التخطيط ده كله. بس في رمضان طبعا عندنا بقى اول يوم، لا اما احنا لازم ناكل مع بعض، لازم نفطر مع بعض، لا اما احنا عندهم يعني انا واخواتي، لا اما هم عندنا، لكن نفطر لوحدنا اول يوم لا ما ينفعش، لازم نفطر لازم كلنا مع بعض. جماعة. بعد كده بقى خلاص يعني ابتدوا بقى كل اسره تنفرد بنفسها. لو في مره في النص تمام، لازم نفطر مره بره. لما بتبتدي بقى اللي بيعملوا الاكل يتعبوا ويزهقوا، فيقول لك خلاص محتاجين انا مش قادره، استراحة محارب. شوفوا لنا مكان. في النص بس ناخد يعني نفسنا. ناخد نفسنا. وبعدين بعد شويه بقى خلاص كلنا بنقول ما فيش فطار بقى، احنا يعني بنبقى داخلين، انت عارفه كل اللي هم مسؤولين عن الاكل في اي بيت بتبقى هنعمل ايه اول يوم؟ طب انتوا عاملين ايه النهارده؟ طب تاني يوم هنطبخ ايه؟ طب مين جاب كده؟ تبتدي بقى الموضوع يهبط يهبط، ينزل بقى في الاخر طب ما نعمل الفول اللي بتحطي فيه فحمايه ده اللي هو الحلو ده اللي هو بيدي طعم وكده، وبيسد معانا. خلاص بقى داخلين على العيد. فنبتدي نفكر بقى في الكعك والحاجات في اللي قدام اللطيفه دي. خلاص احنا اخرنا او قدره استحمالنا هو نص هو ال 15 يوم بالظبط. الاولانيين، وبعد كده يعني بنضرب على خلاص. طول فول. فول بقى الحاجات السهله، الحاجات الجبنه السهله دي، الجبنه البيضاء والطماطم وساعات يقول لك والحاجات عايزين دي. حاجات حرشه بقى اللي هي بدنجان وبتاع ومش عارفه ايه، مسقعه والحاجات اللطيفه دي. هنرجع عادي بقى لايامنا اللي هنرجع هو. لايامنا العاديه جدا. طب من وجهه نظر حضرتك الطقوس دي هل تختلف عن طقوس زمان؟ يعني مثلا والده حضرتك والد حضرتك كان ليهم طقوس مختلفه وانت صغيره عن دلوقتي؟ يعني هو تقريبا احنا بقى العدد عندنا كان كبير، احنا اخوات كتير، فاحنا تقريبا يعني من كتر ما هو كله صايم واعمار مختلفه ورا بعض، فما كنتيش تقريبا بتروحي تلاقي اكل. كله بيخطف وبيجري، وتلاقيهم بقى بيلعبوا، واللي بيلعب بالفانوس واللي بيجري، يعني كانوا حاجه غريبه كده. فاحنا كنا عددنا كبير يعني ولاد وبنات، ف يعني كانت عندنا. وبعدين احنا كنا في الاول خالص كمان ساكنين في منطقه لطيفه جدا، كل الناس فيها عارفه بعض وكل الناس بتعزم بعض. حلو ده قوي. حدائق القبة. حدائق القبة في العمارة، أنا أصلا ما أقعدش في بيتي، أنا أصلا اتولدت في حدائق القبة، الجيران هم أنا قاعدة عندهم أفطر معاهم، وبالمناسبة كانوا مسيحيين. أوكي. فأنا عايزة أحييهم وأقول لهم زيكم، وعلى طول أنا قاعدة معاهم بقى، يعني رايحين جايين أنا قاعدة عندهم غالبا. تقريبا إحنا عشان عددنا كبير فبدأوا يوزعونا ولا خلاص كفاية البيت مش يعني مش مش مستحمل. مكفي. بس عايزة أقول لك إن هم ما كانوش يحبوا ياكلوا قدامنا واحنا صايمين، كان في مراعاه للحتت دي جدا. كانوا ممكن يبعتوا لنا حاجات، يعني عارفه مثلا انا عامله ملوخيه فهبعت لك شويه، احنا دي عصرناها تماما. يعني دي دلوقتي حقيقة. غالبا انت ما بتعرفيش مين في العماره ومشوا ولا لسه،
يعني اكيد هي دي بس اللي بعدت الاختلاف. الناس عن بعضها شويه. لكن حضرتك بتحاولي تطبقي الطقوس اللي لازم حضرتك نبقى مع مصورية. بعض ولازم نبقى عارفين. فكره ده نادر قوي تطبقها دلوقتي، يعني برضو دي حاجه، ده انجاز ان حضرتك لسه محافظه على الطقوس دي. دلوقتي الموبايل والتلفزيون والنت النت لا مش قادر، لا اصلا عندي شغل الصبح، لا عندي شغل بالليل. صعب ان انت دلوقتي صعب. تجمعي عيله صح. كامله في وقت واحد، لان كمان بالذات الشباب الصغير اللي هم 20 و30 اللي معزوم على الفطار مع اصحابه، واللي هيفطر عند صاحبه، واللي بالظبط. جاي معرفش فين، واللي اصلا انا عندي عزومه بعد ايه فمش هاجي اصلا. فانت صعبه قوي تلمي اسره كامله دلوقتي بعد السرعه اللي احنا دي فيها دي. حقيقة صعب فعلا. طب حضرتك كنت صغيرة كنت شقية ولا هادية؟ هو بيقولوا لي جيراني بيقولوا لي ان انا كنت هادي. بجد؟ اه والله. مفيش بقى مقالب ونرن على الناس لا لا ونجري لا ما ما والصواريخ؟ لا 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 صواريخ؟ ايوه لا الصواريخ اللي بتترمي تحت الناس لما في كبرت الشارع. بقى انا عوضت. انا ما بهزرش، انا فعلا لما كبرت يا نيرفانا كل ما بكبر بيحصل لي حاجه ارتداد للصواريخ والبومب. يعني لا ايوه طبعا عايزه بقى اللي ما عملتهوش. فاتني ايوه مرحله انا في طفوله. مرحله بومب فاتتني في العيد فبدور مع اي حد بقى جاي من الصغيرين قوي يقولوا لي مفيش حاجه اسمها كده على فكره. يعني انا بداوا اخر مره يزعقوا لي شفت انت صواريخ ايه كان بومب بومب بدري ايه اللي انت قوي. بتسالي عنه ده، بومب بومب ايه يعني معكوش حاجه ايوه فعلا انا يعني اخدهم على جنب، طب معكوش بومب ولا حاجه من لا ما الحاجات. تلاقيهوش دلوقتي اعتقد، يعني ممكن الناس بقى بصي في الاحياء الحته الشعبيه انا هاخدك القديمه. بعد بالظبط. الحلقه ايوه محتاجه والله بجد بقالي كتير وهنعمل قوي. جوله في احلى مناطق في مصر. في مناطق شعبية بتقفل بالكامل في رمضان على نفسها، وتلاقي من الشارع ليه مقفول؟ لأنه في موائد رحمن. فالشوارع دي ما زالت محتفظة بالطبع المصري الجميل الأصيل ده على فكرة فعلا. ومهما كانت الحاجات موجودة بسيطة فهتلاقي إن في مطاعم بسيطة ورزقهم يعني على قدهم، وهم أشد حرصا سبحان الله من شوارع تانية فيها أغنياء كتير كثيرين. مرفهة بشكل أو بآخر. مرفهين إنما ما عندهمش الحتة دي. ففي شوارع شوارعنا الحوارينا المصرية الجميلة دي من امتع ما يمكن في رمضان في كل حاجه، والصواريخ هنعمل حاجات جامده جدا هناك.